تقول في سؤالها الثالث: فضيلة الشيخ، أمر الله المرأة أن تلبس الحجاب، فهل يجب عليها أن تلبسه عندما تخرج من منزلها فقط، أم يجب عليها أن تلبسه في المنزل أيضا؟ وهل الحجاب وحده على الوجه يكفي، أم يجب عليها أن تضع معه النقاب والقفازين، وهل هما ضروريان مع الحجاب أم لا؟ الواجب على المرأة أن تستر جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، سواء كانت في البيت أو خارج البيت. تستر جسمها بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، سواء كانت في البيت أو خارج البيت. أما إذا كانت في البيت وليس عندها رجال غير محارم، أو كان عندها نساء، فإنها تكشف وجهها، وما جرت العادة بكشفه كالكفين والرأس والوجه والقدمين، ما جرت العادة بكشفه عند النساء أو عند المحارم، لا بأس بذلك. نعم. وغطاء الوجه لا يتعين أن يكون بالنقاب أو بالبرقع أو بالشيلة، المهم أنها تستر وجهها بأي ساتر، بأي ساتر تستر وجهها، ولا تضع ساترين، نقاب وخمار أو نقاب وبرقع، لا تضع ساترين لأن هذا يشق عليها. نعم. أقولكم الشيخ، تكشف ما جرت العادة بكشفه عند النساء، عادة من؟ عادة المسلمين، عادة المسلمين الملتزمين.